عودة موسم الأمطار حرفياً ومجازياً زاد الطين بلة في قطاع غزة، فالأمطار الغزيرة التي هطلت طوال الليل فاقمت معاناة النازحين، حيث غمرت المياه الخيام وجرفت بعضها لتوقظ سكانها من النوم. بمجرد هطول الأمطار خلال ساعات قليلة أطاحت المياه والرياح بالعديد من الخيام وغمرت أخرى، في وقت ترتفع فيه تكلفة الخيام الجديدة والأغطية البلاستيكية المقاومة للتسرب. فمعظم النازحين لا يستطيعون دفع ثمن الخيام والسواتر، فقبل يومين فقط كانت السواتر البلاستيكية تكلف ما يقرب من $50، أما اليوم فارتفعت إلى ما يقرب من $200، أي 4 أضعاف سعرها العادي. ولهذا السبب لجأ البعض إلى وضع دلاء على الأرض حتى لا تتسرب المياه إلى الفرش والأغطية، وآخرون حفروا ممرات لتصريف المياه بعيداً عن خيامهم. هذا وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن هناك حاجة لمزيد من الملاجئ والإمدادات لمساعدة الناس على مواجهة الشتاء المقبل بالمواد البلاستيكية والأقمشة لحماية الناس من المطر والبرد.